في طبعًا. مصر المكسب النتيجة طبعا جيدة، انما بصراحة الخصم ما عندوش الامكانيات اللي انت تقدر تحكم فيها فعلا على المدير الفني. رزق، التدريب ده برضه رزق، خلي بالك طبعا في جزء كبير جدا من التوفيق ان انت بدايتك تبقى ماتشات سهلة، مباريات سهلة، تقدر ان انت تخش المباراة بشكل كويس جدا، تقدر ان انت تسيطر على يعني اجواء المباراة كله من بداية المباراة لنهايتها، حتى لو دخل فيك هدف وما يصحش ان يخش فيك هدف بالشكل ده، لان فرقة ما عندهاش اي امكانيات ان هي حتى تسجل فيك. ف ايه اللي يخليك تغلط وايه اللي يخليك تبقى الباص صعب جدا ان انت تعمل باص صعب وتغلط زي كده؟ طارق طبعا طارق لعيب عنده امكانيات كبيره، الكوره لازم تبقى اسهل من كده، ما احطش نفسي في زي ما بيقولوا في خناقات الكوره، اسهل اللعب عشان الدنيا تبقى اسهل. وهي اصلا كانت سهله خصوصا ان ديفندر ديفندر قيمه وهو في نص الملعب، لانه بالنسبه له باص ايجابي يوصلك انك تجيب جون، باص سلبي يوصلك زي ما جه فينا. تمام تمام. فانت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ان الحمد لله ان انت جالك مباراه سهله في البدايه، قدرت ان انت تشتغل عليها وقدرت ان انت تكسب. الحاجه الايجابيه ان انت ما استسهلتش المباراه ولعبت بامكانياتك انت مش بامكانيات الخصم، وقدرت ان انت تكسب مكسب كويس، فدي نقطه ايجابيه. معنى ان انت قدرت ان انت تشتغل على الناحيه الهجوميه وفرقه قصادك مسلمه زي ما بيقولوا وسايبه لك ان انت تشتغل زي ما انت عايز، ده اوكي خلينا نتكلم. انما مقياس، لا مش مقياس. النهارده انت كمان كنت عامل حاجه، حاطط علي غزال ليبرو نص الملعب، وكنت اما بتحضر بتخليه يرجع في وسط الاثنين مدافعين وبتطير الطرفين يلعبوا في نص الملعب، بتحول طريقه اللعب ل 3 4 3. فانت يعني هي كانت اول ما يعني على الورق 4 1 4، لكن صحيح. لما احنا شفناها او اتفرجنا على الماتش لانها 4 3 4 لا 3 4 3 4 3 لا هو أربعة. بيحولها بيحولها واحنا معانا الكوره عشان يزود الطفي، فيبتدي يروح جايب واحد من نص الملعب. سواء المباراه مش بيستحمل، مش عايزه مش عايزه كده، مش مستحمله الكلام ده. لو انا كنت زقيت علي غزال زي ما هو موجود واشتغل في نص الملعب كانت ممكن تديني افضليه هجوميه اكتر، لان يبقى عندك عدد كبير جدا، انت خصوصا ان انت ما عندكش حد بيهاجمك، ما عندكش حد يعمل لك الخطوره دي. بالزبط. فانت عشان تسحب واحد في سوريا او فانت عشان تسحب واحد من نص الملعب وترجعه ورا وتطير الطرفين، انت مش محتاج، انت كنت وقفت الاثنين وخليت علي يزيد. بس هو انا عجبني في حاجه عشان نديله حقه، ان هو عايز ينفذ حاجه، يعني هو عايز ينفذ حاجه. احنا بنلعب بطريقه اللعب دي، المباراه مش مستاهله، ان هو عايز ينفذ. دي حاجه بتبقى مميزه برضه للمدير الفني، على الرغم ان انت ممكن ما تعجبكش انت شخصيا والمباراه مش مستحمله، ان هو لا عايز يقول يا جماعه انا بلعب كده، انا دي طريقه لعبي، وبيحفظ الناس. وعشان هو ما بيشوفهمش كتير اللعيبه، واللعيبه ما بيشتغلش معاهم كتير. ايوه بس طريقه اللعب دي مش هتمشي مع كل ال طبعا كل المنتخبات اللي انت كل مباراه لها ظروفها. طبعا بتلعب النايجر، بتلعب سوازيلاند، مش هينفع تعمل كده مع تونس. مش هينفع ان انت تفضي نص الملعب وتزود الطرفين، لان انت هتلاقي الهجمات المرتده عليك هتبقى كبيره جدا. اي خطا في نص الملعب، اي حد هيشتغل على الطرفين معاك، برغم نزل انت فاتح الاثنين السيرتيفيكات فتحتهم على الخطوط وحطيت واحد في القلب اللي هو علي غزال. انما المشكله ان انت لو اشتغلت بالسيستم ده عندنا السرعات قليله. طيب.